انا تنشكر السلطات المحليه اللي تتواجد معنا هنا بحيث هذا عمر وعاوننا لنا الحمد لله باش نقيو الحي ديالنا، وحنا بغينا الحي ديالنا يولي من الاحياء الراقيه الحمد لله، ويولي تيتضرب به المثال بزاف ديال المدن هنا في المغرب. والحمد لله حي هذا عمر راه معروف، راه هنا كان مولى اسماعيل وهنا كانوا الاحفاد ديالو الحمد لله. راه هذا عمر راه تاريخ، الطال الكبيره راه كانوا فيها العيال ديال مولى اسماعيل الحمد لله، كلشي هنا راه التاريخ ديالنا. ولا تلاحظوا هنا راه الحي هذا عمر كامل مطوق بالاسوار الاسماعيليه، اذا حنا راه عندنا تاريخ لا في المغرب لا في مكناس. اليونسكو كتهضر علينا، العالم كيهضر علينا الحمد لله. حنا راه ماشي زعما كتحطينا هنا ولا شي. وتنشكروا السلطات والسي قاسم العشير السي عصام رئيس الدائره كاملين اللي واقفين معنا هنايا. وحنا بغينا حاجه وحده، حنا ما بغيناش الشباب ديال هاد الحومه هذا يضيع، ونقدوا لنا الشباب وتنطلبوا بحاجه وحده وتنعاودوها، بغينا غير نخدموا ما بغينا والو. كرات السلطات اللي قامت بهذا الواجب هذا بحي سيدي عمر مدينه مكناس، لانهم تضامنوا الحمد لله وحيدوا البرارك، لحقاش كانوا بعض العناصر قاطعين علينا الطريق، كان الطاكسي ما تيدخلش، ودابا الحمد لله ولات الطريق متسعه والسلطه دايره خدمتها، وكنجازيهم بكل خير وبكل تحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنتقدم الشكر للسلطه اللي تنحيهم بزاف 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 على هذا المجهود الجبار اللي تيقوموا به. بالنسبه للامن ما عندي ما نقول له، بالنسبه للدائره ديالنا ما عندي ما نقول لهم، وهذا زعما هذه بادره طيبه اللي الناس تيديروا اكثر من جهدهم باش يدخلوا عباد الله الاماكن ديالهم، وهذا تنشكرهم انا من هذا المبدا هذا. انا تنشكر بزاف 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 اللي هي الامن. واش غادي نقول لك، عاش الملك والله يطولوا في عمره ويزيد له في المقام ديالو. السيد القائد جا وجلسنا معاه في الاجتماع ووعدنا على انه غادي مشكورا غيبني لنا محلات، ماشي بالقصدير او بالبيصان او براك، يبني لنا محلات حوانت عباره عن حوانت باش هاد الباعه المتزولين ما يتسردوش، باش يعاودوا يرجعوا للعمل ديالهم مور هذا الوباء هذا. وتنشكر جميع السلطات المعنيه وزاره الصحه، وتنشكر جميع الناس المسؤولين في هذه البلاد.